اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق ورشة للمصادقة على دليلين للإجراءات الجنائية وحقوق وواجبات المحتجزين، تم إعدادهما بالتعاون بين اللجنة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية وممثلي الأمم المتحدة. وتقول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن دليل حقوق وواجبات المحتجزين والإجراءات الجنائية سيساهمان في أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في المساطر القضائية. إن النشاط الذي تمت دعوتكم إليه اليوم هو جلسة للعرض والمصادقة على دليل الإجراءات الجنائية ودليل حول حقوق وواجبات المحتجزين، تم إعداده بفضل الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وسيمكننا هذا المشروع من إذراء مجال العدالة من خلال وضعه بين أيدي الممارسين دليلا للإجراءات الجنائية ودليلا حول حقوق المحتجزين، مما سيسمح لهم بتعميق معارفهم في هذا المجال. إن العدالة تشكل إحدى دعائم الميثاق المدني والجمهوري لبلادنا، وإن حيادها وقدرتها على ضمان التوازن بين المنع والعقوبة والإصلاح وحماية الحريات الفردية هي في صميم التسيير السليم للمجتمع. إنها الحصن الذي يحمي الأشخاص ويضمن احترام القانون، وهي شرط لمجتمع سليم. وتود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا أن تؤكد من جديد تمسكها بعدالة مستقلة وحيادية وفعالة وقريبة من المواطنين. وعبر ممثل برنامج الأمم المتحدة المقيم في نواكشوط أنطونيو أنكورانو، عبر عن سعادته بحضور إطلاق هذين الدليلين اللذين لا شك سيساعدان على شفافية الولوج إلى العدالة. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. يسرني أن أكون معكم اليوم بمناسبة المصادقة على دليل مبسط لإجراءات الجناية ودليل خاص بحقوق وواجبات المحتجزين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار برنامج التحديث واللجوء إلى العدالة الممول من طرف صندوق الأمم المتحدة للتنمية والذي تم تفعيله من طرف وزارة العدل. اسمحوا لي أن أقدم كامل شكري للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التعاون طيلة مسار إعداد هذين الدليلين اللذين سيحسنان إلى محالة من وضعية حقوق الإنسان. كما لا يفوتني أن أشكر وزارة العدل على تعاونها وتجسيدها لبرنامج التحديث واللجوء إلى العدالة والذي يأتي ثمرة للتعاون الثنائي بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. وتأتي خطوة المصادقة على اعتماد هذين الدليلين في ظل تنديد النشطاء الحقوقيين بوضعية حقوق الإنسان في البلاد، وخاصة ظروف الاعتقال والحجز التي ما فتئت النظمات الحقوقية تقول بعدم ملائمتها لحقوق الإنسان.